حرام هذا، كل اللي بيصير معنا هذا حرام يعني، مش عادل. بس الواحد بده يعيش طول عمره يعني، بس شايل اوراق وراح جايب الاوراق، بس هي هذه اللي هاكلين همها. قلت لي ساعتين يعني، يعني ساعتين او ثلاث ساعات يعني، ما مش بعيده. بس اللي انت تقعد ثلاث ايام تسافر عشان وتعدي دولتين عشان توصل لمرتك ولادك في نفس دوله في نفس وطنك، اشي غريب يا اخي. يعني يعني لو الواحد بده يروح على السودان من الشمال لا لا لا, لا حدا يقول له وين رايح ولا وين جاي. انت لازم عشان تطلع تشوف اولادك بدك تختم جواز سفر وتطلع حدود وتخش على دوله ثانيه والدوله الثانيه على دوله ثانيه وبعديها توصل عند مرتك ولادك. انا من اليهود كله ضغط زلها يعني، اليهود لوين بدها توصلنا يعني، زلل كل هذا.